أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بانر وعدد من قيادات وأعضاء لجنة الكونغرس على أهمية إيجاد حل سياسي انتقالي شامل للأزمة السورية المتفاقمة يوقف سفك الدماء وينهي حالة العنف وما ينتج عنها من تدفق المزيد من اللاجئين إلى دول الجوار ومن بينها الأردن، وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته للتوصل إلى هذا الحل. حذر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مما أسمى بقوى ظلامية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية بمعزل عن هموم الشعب، وقال المصري إن الحراك الشعبي العربي نحو الإصلاح هو من حيث المبدأ والمبررات نهج إيجابي لا يمكن معارضته، مؤكدا على أن الإصلاح من سنن الحياة والعمل المستمر من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والتقدم في الأردن. قال المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار لحمود إن 1097 لاجئا سوريا اجتازوا الشيك الحدودي يوم أمس، وأتم نقلهم جميعهم إلى مخيم الزعاتري بمحافظة المفرق ليصل عدد اللاجئين فيه إلى قرابة 170 ألف لاجئا، مشيرا إلى أنه تم منح 181 لاجئا كفالات للخروج من مخيم الزعاتري بموجب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إنه لا يجب اتخاذ قرارات متسارعة استناداً إلى اعتقاد بعض الدول بأن النظام السوري استعمل الأسلحة الكيميائية خلال المعارك مع المعارضة، وأوضح هيجل إلى أن بلاده تبذل جهوداً لمعرفة الحقيقة مشدداً على ضرورة توخي الحذر قبل التوصل إلى أي نتائج لا تكون مبنية على معلومات استخباراتية حقيقية لأن المسألة خطيرة جداً.